معانا دلوقتي عبر زوم المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك ميتشو. يا فندم صباح الخير، مشرفنا ومنورنا. It is my honor, pleasure and privilege to be with you, my dear respected friends. شرف كبير ليا جدا ان انا اكون معاكم، وشرف ليا ان انا اكون مع اللعيبه ومع المشجعين المصريين للكره المصريه. انا عارف كويس ان انت متابع جيد للكره المصريه حتى هذه اللحظه. كيف ترى مواجهه الاهلي والزمالك، مواجهه الديربي، ديربي القاهره بين الاهلي والزمالك غدا ان شاء الله؟ ديربي أهلي زمالك، ديربي ما بين الأهلي والزمالك، طبعا هي حاجة مشهورة جدا زي الأهرامات بتاعت أهرامات الجيزة، وطبعا هما بيبقوا 90 دقيقة مصر كلها بتبقى واقفة على أعصابها، وكل المشجعين بيبقوا مليين الدنيا وبيشجعوا بروح حارة جدا، لأن هم من أعرق النوادي اللي في مصر، لأن من زمان جدا وإحنا بنشوف كل الماتشات القوية، ودلوقتي بعد آخر ماتشين للمنتخب المصري، الماتشين اللي هم يخسروهم آخر ماتشين، طبعا دلوقتي المشجعين المصريين عايزين يشوفوا كورة كويسة. وطبعا انا بعد ما عرفت ان المدرب المنتخب المصري ما بقاش موجود مع المنتخب دلوقتي، في كاس مصر كمان احنا شفنا ماتشات كويسه، وكل النوادي وكل الفرق بيعملوا شغل كويس في بطوله كاس مصر، وطبعا احنا شايفين ان الاهلي بيحاول جدا ان هو يصعد في الترتيب ويلحق بالزمالك المتصدر الترتيب، وطبعا كل المشجعين مستنين نتيجه كويسه لكل النوادي للناديين، وكل المشجعين مستنين يشوفوا كوره كويسه طبعا بعد الخساره للمنتخب المصري في الماتشين اللي فاتوا، وده طبعا كان مخليهم مش حاسين احساس كويس تماما. طيب هسالك بقى من جانب نادي الزمالك تحديدا، يعني هل شايف انه خسارة المنتخب في اخر مباراتين تؤثر على اللاعبين الدوليين في نادي الزمالك في هذه المواجهة، مواجهة النادي الاهلي، وتنصحهم بايه بالتأكيد؟ اولا مش حاجة سهلة تماما ان احنا نغير في التوقيت ما بين ملاوي ومصر، او من ملاوي لجنوب كوريا، لكوريا الجنوبية، فطبعا دوت هيعمل فرق كبير في التوقيت بالنسبة للعيبة، وطبعا دوت هينعكس على ادائهم، بس طبعا الماتش دوت لازم كل اللعيبة يدوا احسن ما عندهم. طبعا المفروض ان هم كانوا ياخدوا اجازه لبعض الوقت بعد الماتشات، طبعا لان لعبه فرقه زي الزمالك او فرقه زي الاهلي في لعيبه كتير كانوا منهم في المنتخب، فكان من المفترض ان هم ياخدوا بعض الوقت. طبعا فرقه الاهلي كان في اقل لعيبه منهم في المنتخب، فكان المفروض ان فرقه الزمالك تاخد بعض الوقت لراحه قبل الماتش بتاع بكره. رايك كيف اداء نادي الزمالك مع المدير الفني الجديد، يعني يعتبر ما زال جديدا، جوزوالدو فيريرا؟ هقول لحضرتك، الزمالك هم فريق عظيم، فريق كويس جدا، وجوه غرفة الملابس هم فرقة جميلة جدا، وطبعا دي خبرة كبيرة، وخبرة غرفة الملابس معاهم حاجة مهمة جدا وحاجة كبيرة جدا، هم بيبقوا عارفين هم ما بينهم وبين بعضهم بيتكلموا دايما وطبعا الإدارة بيعملوا كل اللي عليهم وبيعملوا أحسن شغل علشان
بيستقبلوا اللعيبه اللي جايين من المنتخب المصري، وبيعملوا لهم كل الاعدادات علشان يستقبلوهم يدخلوا يلعبوا تاني في الفرقه بقوه. وشفنا شويه تقليل في الاداء بتاع اللعيبه في الزمالك في اخر فتره. بعد كده هم لعبوا حوالي 3 ماتشات قوية، ودي كانت حاجة كويسة بتقول هم ازاي اللعيبة اقوية في الماتشات وعلى الملعب، وطبعا ده بيقول ان هم اقوية جدا ومستعدين للماتش بتاع الاهلي بكرة، وان شاء الله اللعب بتاعهم وطريقتهم في اللعب هتكون كويسة جدا لتحقيق نتائج كويسة. الزمالك يعاني من غيابات عديدة غدا في مواجهة النادي الاهلي، كيف تخطى الزمالك هذه المشكلة؟ أنا شفت إن في أكتر من لعيبة عندهم مشاكل، وطبعاً أنت لما بتبدأ الماتشات كل مكان على الملعب بيبقى فيه أكتر من لعيب أو اثنين أو ثلاثة، فطبعاً كابتن عبد الله جمعة مش موجود، فأكيد هيبقى موجود الكابتن الشافعي، فأظن إن هيبقى فيه أكتر من لعيب للمكان، وأظن إن هم هيبقوا جاهزين إن هم يدوا أحسن ما عندهم في الوقت الحالي، الوقت الصعب الحالي، وهم هيطلعوا أفضل ما عندهم من كل لعيب لأن هم أقوياء جدا. وأنا نفسي أظن إن غير إن في أكتر من لعيب عندهم مشاكل، هيقدروا اللعيبة اللي هتنزل على الملعب هيقدروا يطلعوا أحسن ما عندهم ويعملوا أحسن أداء بالنسبة لهم علشان يطلعوا أحسن نتيجة إن شاء الله في الماتش. تتوقع تألق مين من اللاعبين غدا في هذه المواجهة؟ طبعا اللعيبة اللي هتلعب بكرة هيبقى عندهم خبرة كبيرة جدا. الديربي مش زي أي ماتش، ديربي هو الماتش اللي فيه حاجات كتيرة جدا لازم ناخدها في الاعتبار، زي مثلا لازم ناخد في الاعتبار الرياضيات بتاعة الماتشات، هما 3 نقاط مثلا، بس هم عقليا ونفسيا هم هيبقوا صعبين جدا ان احنا نجيب الثلاث نقط. بس لو هنتكلم على لعيبة بانفسهم، تقريبا اللعيبة هتبقى الفرقة كلها مش لعيب بنفسه، لان الفرقة كلها هي اللي هتعمل خبرة كويسة وهتعمل لعب كويس، هتعمل خبرة كويسة، هتعمل أداء كويس. مثلا اللي جاب الجون من كام يوم في الماتش، طبعا هو كان قوي جدا ان هو يجيب الجون، وهو كان شغال على نفسه كويس جدا علشان يجيب الجول. وطبعا النادي الأهلي هو شغال إن هو يقفل كل المناطق اللي فيها مشاكل عنده في الفرقة، ودايما بيدور إن هو يسجل نقاط، ولو في لعيب هيبقى ماسك مثلا لعيب شغال رجل لرجل هيبقى شغال معاه، ولازم يوم قافل المكان بتاع اللعيب ده. وانت لو دخلت في اللعيبة بتلعب ازاي، او اللعيبة من زمان في كل الماتشات بتلعب ازاي، انت هتقدر تدور على نقط الضعف في الفرقة اللي قدامك وتقفل، او في فرقتك وتقفل المناطق اللي فيها مشاكل. طيب اخر حاجة، احنا مشاهدينا الاعزاء في رقم 10 عاملين معهم مسابقة كده، مسابقة توقعات، بنسألهم مين اللي هيكسب المباراة، نتيجة المباراة، واللي هيكسب هياخد تيشيرت نادي المفضل. فانت قول لنا توقعك لهذه المواجهة علشان تكسب اكيد تيشيرت نادي الزمالك من برنامج رقم 10. Uh-huh.
Look, I have never predicted. It's hard to predict. I have the highest degree of respect بص. to team of أنا هقول لحضرتك إن أنا مش هقدر أتوقع حاجة لأن أنا لازم أحترم كويس جدا الفرقة اللي قدامي ولازم أحترم الفرق كلها فطبعا هم أكيد عندهم مخضوضين أو عندهم مخضوضين شوية من اللي حصل بعد ما كوتش بيتسو موسيماني مشي فطبعا وطبعا كمان في طريقة لعب الزمالك وأنا حتى شغال في الزمالك أنا ما كنتش بقدر أتوقع بكل ما كنتش بتوقع النتيجة دايما بس طبعا انا هتوقع ان هيبقى فيه ماتش كويس جدا مش هتوقع ان هيبقى فيه جون واحد هيبقى فيه اكتر من اجوان اكتر من جون لان طبعا بقوه المشجعين المصريين انا اقدر احس ان هم من الفريق او المنتخب المصري ممكن يخسر المشجعين هيبقوا بيشجعوا جدا والمشجعين هيبقوا مستنيين ان هم يستمتعوا بالكوره وان اللعيبه هيلعبوا كويس فانا مش هقدر أتكلم عن نادي معين بس طبعا كل الناس عارفة أنا قلبي بيروح لأنهي فرقة. كلام محترم جدا من ميتسو المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك. أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة وخسرت معانا فرصة الفوز بتشيرت نادي الزمالك.